في ردود الفعل حول زيارة وزير التجارة السعودي إلى بغداد، أكد مواطنون حاجة العراق للانفتاح على دول الجوار ورجوعه إلى محيطه العربي. يتمنون فتح قنوات التجارة مع السعودية ومع الدول الإقليمية لمصلحة العراق واحنا نرحب بهذه الزيارة، وريد السعودية تستثمر بالعراق وتاخذ شغل بالعراق، ومرحب بها. احنا نريد ان نكون العلاقه اخويه تكون ما بين الاشقاء. العراق يجب ان يرجع على الحضن العربي، يرجع على الحاضنه العربيه. حتى ذاك الوقت احنا هسه حاليا وضع اقتصادي تعبان، الموازنه بها ما يقارب هسه صار عجز ميزانيه 40 مليار دولار. فيجب ان نفتح على كل الدول العربيه، تحديدا دول الخليج المحايده لنا. مساله طبيعيه زياره وزير التجاره السعودي للعراق، بل كتبادره خير نحو التبادل التجاري. نترك المسائل السياسيه، يكون البلد انفتاحه على الدول المجاوره.